شبيكم ساكتين؟ شبيكم ماكمش عاملين جو؟ لازم انا مقلقتكم. ملا انا يظهر لي نمشي على روحي. نتصور اللي العروسه والعروس عندهم برشا كلام باش يقولوا لبعضهم. اقعد وين عندك ماشي. لا نحبكم تاخذوا راحتكم. ملا خا نمشي غادي بحدهم شويه ومن بعد نرجع لكم. اما كيف نرجع نحب نلقاكم عاملين جو، تحفون تحفون كيفكم انتوما. باي باي. مرتاحة في خدمتك؟ هكيك لا تعب لا مرتاحة. شم جايبك؟ شكون صدعك؟ انت هي كوثر اللي نعرفها انا. انت كوثر اللي عهدتني ما تبدلنيش مهما كانت الظروف. انت هي اللي كانت مستعده تحارب الدنيا من اجل علاقتنا وحبنا ومستقبلنا. انا ندمه ندمه اللي عرفت واحد كيفك خاين وكذاب. ما يتهزش بمقص النار. هذا هو الاخلاص وهذا هو الوفاء اللي تحكي عليه. البارح واقفه معايا كنت تقولي هذه احلى لحظات حياتي اللي واقفه مع غيري. اكيد تعود له في نفس الكلام بنفس النغمه بنفس الحنان والرقه. اما حنان مفتعل ورقه مفتعله. يا ربي زعما نحلم ولا هذا هو الواقع. لا ماكش تحلم، انت في الواقع. الواقع اللي شوهته بالخيانه والكذب متاعك. هيا امشي بقدامي، ما عاد نحب نسمع حتى كلمه. تفضل. جاي تعمل هنا يا اللي ما تحشمش. اخرج عليا من داري. وصلت بيك الدناءة تهجم عليا في محلي وتهجم على بنتي. انا نوريك شنو نعمل فيك انت وبوك. هاني خارج. اما تندم يا منصور على اللي عملته معايا ومع غيري. اخرج ريح السد. خايف لنكون ضربنا الراجل. ولد شكون هو؟ ولد بوزيد اللي كان معانا في الشركة الفلاحية. أه. وما يجينيش عجب بوزيد والباهي. هما اللي سرقوا الشركة وفلسوها. الناس هذوما والعياذ بالله ما يجيش منهم الخير. هيا كوثر. هيا حسن، هيا ندخلوا لداخل. اش قولك في العشاء؟ فحات صحيحة وتطيب بنين، خير من مرأة حرة يا سليمانو. مالا، تعزيبني حويلة؟ أنت من اليوم الشيف بتاع الكوجينة، والطباخ الرسمي أهلا وسهلا بتاع محفوظ. الدار هذه كل تهنى عليها، أنت يدك ما تهزهاش لراسك. انا نعمل كل شيء. شبيك يا محفوظ يا اخويا؟ يكفيني فخرا اني عايش معاك. شرف لي انا نتعلم منك. راك الاستاذ، راك تفهمها وهي طايره. انا ايش نفهم قدامك؟ مثلا حكايه اللوح ما فهمتيه. كيفاش بدلوه؟ كيفاش تبدل اللوح؟ حاجه ما دخلتش مخي. راي حاجه هنا ولت هذه هنا وهذه الله اعلم وين مشيت. تجوجمت. تحب تعرف، تحب تتعلم. الماء والملح هو اللي باش يخليني نقولك. اما تضم فمك لقيام عيسى تهنى. لو كان ننطق بكلمه قص لساني. ليه عليه؟ لو كان حس روحي باش نقول كلمه نقص لساني وحدي. ما نستناكش حتى تقص. وانت لو كنت تتكلم تلقاها تقص. شو محفوظ؟ كل شيء منظم؟ كل شيء. هلا وسهلا. اش تعرفني انا؟ انت تخطط وانا نطبق. هاي برا ازري بروحك وربي يعينك. الضرب ولا بلاش؟ الله ينصر سي منصور، عنده دماغ ما كيفو دماغ. اما قل لي
علاش عمل هذا الكل؟ مو الفاضل فكلوا الخدمة متاع اللوح متاع الحي الجديد، وزيد هذا ودونه ناوي يشري ماكينات جديدة ويزاحم بها سي منصور. يا كهوة، منصور ما كانش بالعكسين يضربوا جابوا يتبربس ومازال الضرب القدام. ماينا ماينا سعد قرايتكم اللي يعيش ويخدم مع إنسان كيفك وكيف سي منصور ولا يبطل؟ لا بدي يا ما هو أقوى منه، عنده الفلوس يا ويلو اللي يجي قدامه. دي أنا ماخذ احتياطاتي منه. صباح الخير. في بالك البارح جماعة عملوا لما في دار منصورة؟ ها؟ عملوا سهرية متنوا فيها في العلاقة بينات بعضهم، وخاصة بين خطيبك وكوثر. ماني قلت لكم ما صدقتنيش. أهو كيدوا في الدخول. هارت اللي منصور قرر، ليلتها نفذوا. استنوا كوثر باش ياخذوا بعضهم. ربي هني. ربي هني؟ تو هذا كلامه؟ ما تقوليش باش تقبل وضعية وتسكت. راهو خطيبك فكهولك. مش عندي نعمل يا عايشك؟ بالك شنجي نقول له حبني بالسيف وخذني بالسيف؟ غريبة، تو انت تقول هكا؟ في بالي نعرف قوية وعندك مواقف، ما تهبطش يديك وما تسلمش بسهولة، ولا باش تقولي مكتوب. يا عزيز فما ظروف أقوى مني ومنك. يا مها اسمعني يا عايش أختي، يا مها يزمك تتحرك، ما تخليش منصور في راحته، على الأقل استغل الوثيقة اللي عندك ضده. مش قلت تنجم توقفوا بها عند حده؟ تتحرك من حينك باش تستنى. طلعت فالس ولا تبل ولا تعلم. ما دام الباهي الشخصية الأساسية في اتهام منصور سلم، مش تحبني نعمل أنا؟ راني في جحيم. في بالي حسن بركي بيت عبدي يصبح عبد اخر. يا اخي طلع هاو الباهي أكثر منه. هاي يا سي الباهي. هذو مع 10,000 دينار باهي وإلا لا؟ إيش باش نقول لك؟ وما زلت تنزيد، تعرفني صاحب كلمة. المهم تبطل ما تفرفيش وتقعد رايض. ماك تعرف ما نحبش كون يهددني. نكون باهي نولي إنسان آخر. ماذا بيا نتفاهموا بالحسنى. علاش لا؟ نتفاهم؟ حتى أنا هذاك إيش نحب؟ ما نكذبش عليك يا باهي، عملت معايا عاملة خايبة ياسر. أنا درت بمحبوبة مرتك، محبوبة اللي نعتبرها كي بنتي. أنا كي نغزر لها نشوفك أنت قدامي، أنت اللي ضحيت على خاطري. أما الله غالب يا باهي، عندي نقطة ضعف ونستعرف بها، ما نعرفش نتكلم مع النساء، نتبهدل ندخل بعض. هذاك علاش محبوبة فهمتني بالغلط. ما صار شيء يا منصور، اللي فات مات. تراه نفس المشكل نعاني فيه في البيرو مع الكاتبة متاعي سي سمية شريكنا القديم، هالمدة الكل ماشي جاي عليها، حبيت نبعدها على بلاه ما فهمتنيش. هي زادة كي محبوبة فهمت العكس. من ناحيتي أنا اتهنى ومن كل شيء وبارك الله فيك. منحب ننبهك الحاجة سمير، ورد بالك من أموره المادية ما تعجبش، عايش من راس صاحبه محمود، ومحمود هذا على ما سمعت يخدم في نفس الجريدة اللي تخدم فيها مها، صحافي. صاحبه صحافي؟ زميل مها؟ صباح الخير، اش تعمل هوني؟ صباح الخير وردة، يلزمني نحكي معك. ما يلزمش منصور يتحكم فينا. ما نجمش توا، سليمان عدو جاب الكهرباء باش يوصلني للمعمل، كان يشوفنا مع بعضنا توا يهزها بردة وسخونة، والله اعلم شي يصير. عاد اش يصير؟ فما حاجة تربطك انت ومنصور غير الخدمة؟ مش وقته توا. اعطيني موعد، اعطيني موعد في بقعة اخرى. وين تحب نتقابلوا؟ في القهوة اللي قعدنا فيها اخر مرة. باهي وقتاش؟ كي نخرج نصف النهار. امشي توا، سليمان عدو جاي. يبرع عاد
صباح الخير وردة. صباح الخير. سامحني كان وخرت شوية. لا لا مش مشكلة. تفضل تفضل. صباح الخير وردة. صباح الخير. قمت مأخر. تو مشيتش الخدمة. مانيش ماشي. خديت كونجي. نحب نرتاح. مخي رايح وما نجمش نركز. تعرفه كي خديت كونجي خير. منها ترتاح ومنها تقعد مع كوثر. تتعرفوا على بعضكم وتسطروا برنامج الملاك. تو قد ما تتحدث أكثر مع كوثر قد ما تكتشف اللي أنت ما غلطتش كيف خديتها. حكايتي أنا وكوثر باش تكون مأساة لي وليها. أنا البارح حسيت اللي عزيز وكوثر يحبوا بعضهم وأنا زاد ما نجمش ننسى مها يستحيل نحب واحدة غيرها. ممكن تسرعنا ومشينا لبعيد ياسر باش نرضيهم منصور على خاطر يظهر لي الأهداف نتاعي بعد عزيز على كوثر لا أكثر ولا أقل. ليه بابا؟ سي منصور عنده ألف حق. عزيز مش متاع كوثر. علاه؟ أش ناقصه عزيز؟ أول حاجة كذاب وثاني حاجة غدا وثالث حاجة ما يكسب في الدنيا شيء. كوش كوثر عاد باش تولي تصرف عليه. تعاود في كلام منصور بدا ما عجبك عاودو. صباح خير. تو ماكش فك عليا؟ ما قلت لك ما عادش نحب نشوفك. هدي روحك هدي روحك خليه يتفاهموا بالسياسة. علاش باش نتفاهموا؟ انا ما تنثرش في علاقتي بالناس واللي يلعب ويخلط الاوراق كل يوم ما عندوش بقعه في حياتي ومانيش مستعده نضيع معاك حتى لحظه. اسمعني نسالك سؤال واحد وماشي على روحي. ما فكرتش مجرد تفكير اللي بوك يمكن يكون وراك؟ ما تجبلش بابا على سينك. كوثر اسمعني كوثر ناكد لك اللي ما عندي حتى علاقه مع هذه اسماء. اسماء شعره زميلك بقيه الزملاء. الجواب هذا ما نعرفوش ما بعثتوش ليا ما شفتوش. فما احتمال واحد بوك واسماء تقراو علينا باش يفرقونا على بعضهم. اكتشفت فيك حاجة عندك النكرة في قتلة الصبات. هون نبه عليك ما عاش الدربية. أنا طوى مخطوطة. سمير عمره ما تحدث معايا لا على المعمل ولا على الخدمة. ولا جبت لي عليك سي منصور؟ ينجم ياخذ منك المعلومات اللي يحب عليها من غير ما تشعر. هذاك واحد نمس سكبان سارق كان شريكي ونعرفه ليه. أنا بلاحظت عليه حتى شيء من اللي تقول فيه سي منصور. ما هوش سهل باش تلاحظ عليه. قاري حسابه عنده أهداف. أنا إحساسي يقول لي ما هوش قاعد يتصل بيك صدفة. في بالك اللي سي سمير عنده صاحب اسمه محمود؟ وهذا محمود صحافي يخدم في نفس الجريدة اللي تخدم فيها مها وهو اللي باهي. حاسديني على الخير اللي عطاهولي ربي اما النهار هذاك ما يشوفوهش. انا سي منصور شم دخلني في حساباتكم؟ هذه امور بيناتكم. سمير ما عادش تكلموا كلمه لا وكي تشوفوا دور وجهك. انت يا ورده تعز عليا ما نحبش يجي نهار وتندم. يا سي فاضل اعطينا حقوقنا تنمشي على الروح. يا سي الفاضل المعمل هذا تبنى على كتافنا واليوم نخافوا لا نخرجوا منه ولا فرانك لخروب. ايه احنا شكون باش يعيشنا اولادنا؟ يا سي الفاضل انا توه في كونجي سمعت بالمعمل باش يسكر جيت نجري. بالله توه في العمر هذا شكون مازال باش يخدمنا؟ شوف يا جماعه احنا موت دائما خارجين من الربح داخلين في الخسارة. انا يا سيدي اعطوني هبوتي باش نعمل بيه مشروع نعيش بيه اولادي. ها والله سمعنا لبعضنا علم الخير. حب نعرف شكون قال لكم باش تخرجوا من الخدمه؟ انا قلت لكم؟ ها علاله قال لكم؟ شنو هي الحكايه؟ انا عطيتكم نهيرات كونجي والكونجي بقدره ربي خالص وحتى واحد ما يتطرد من المعمل. بالعكس باش نتشاركوا انا ومنصور وباش نوسعوا المعمل والخدمه باش تكثر. معناها بلايسكم مضمونه. تينا احنا ناويين على ربي ندخلوا خدامه جدد. المهم
عاونونا بشوية صبر برك. ربي فضلك، ربي خليك يا سي الفاضل، ربي يحييك. إيه سي الفاضل، وقتاش ناويين باش ترجعونا نخدموا على رواح؟ ما تقلقوش رواحكم، توا علالة يعلمكم يدور عليكم بالواحد بالواحد، وبارك الله فيكم. هيا حسن. هيا سيدي، هاو سي فاضل فهمكم كل شيء، توا ما عندكم مناش تخاف. سمعني سي علالة، الحاجة ما نيش فهمها، علاش سي فاضل باش يشارك منصور؟ سي فاضل يخزر لبعيد، يحب راس المال يكبر، وهكاك المعمل يتوسع والخدمة تولي 24 ساعة على 24 ساعة. زعما سي علالة؟ ها شبيك؟ سي فاضل دارس الموضوع مليح ويعرف اش يعمل، تناو، هيا توا اللي عنده قضية يمشي يقضيها فيها يكونجي، ومن بعد ما عادش تلقاو الوقت. جاب ربي منصور قابل يساعدني، وين يا حسن يا ولد؟ يعطيك الصحة اللي قبل باش تضحي مشاعرك على خاطري. بابا ما تخافش، كان على خاطرك انت مستعد نضحي باي حاجه ان شاء الله. ربي معنا بارك. مشاكل كبيره، مش عندي عملتي محمود. لو كان الوثيقه اللي عندك ضد منصور واللي تثبت ادانته في الشركه الفلاحيه نشرتها، والباهي كذب بصحه وجودها، شنو اللي كان يقع؟ منصور يقدم بينا قضية في الثلب ونشر معلومات غلط، وهكا الجريدة تفقد المصداقية بتاعها، ويتهمونا بنشر تحقيقات مفبركة ومفتعلة. لكن هذا ما وقعش يا سي محمود. المقال صحيح كتبته وكنت ناوية ننشره، لكن كيف تحدثت مع سي البيه وفهمت اللي هو مش باش يساندني ويواجه منصور قطعته. اتصور الباهي ما جاش الجريدة وعلمك بالموقف نتاعو، شنو اللي كان يصير؟ صدقته؟ ثم حد يعرف منصور قد بابا؟ بابا متأكد لي منصور قاعد يسطر لك في برنامج كبير، ويا ويلك لو كان تعطيه الثقة مرة أخرى. يا ولدي منصور ما بيننا وبينه كان صلاة عنبي. الفرصة اللي جاتك ما تضيعهاش، أنا أقول لك أقف مع مها خير لك وطو تشوف، فلوسك تاخوها ورأسك مرفوع. بجه ربي خلنا رايدين على رواحنا، ما قلنا لكش دخل فينا أنت سي عزيز. هاي وحيد. عرفت عيلتك يا الباهي، ظهر لي اللي صار علي صار عليك، منصور ما يحل مشاكله كان بالزلاط. ما نعرف شو يصير فيا لو كان منصور يدور في رحي ياسر، شكون يعرف؟ خايف ياسر. تعرف يا بابا، كان جات المسألة هذه بيدي منصور ما دورش بصحته. ما لزك على المر كان اللي مر منه. في الواقع ما حكني سكت وقت اللي فقت باللوح مغشوش، أما مجبور وكان نوقف الخدمة ونحل واجهة يضر الخدام. مودي اش تعمل هنا؟ شبيك ما روحش مع جماعة؟ سي الفاضل قاعد وبر. اش معناها قاعد وبر؟ شبيك؟ في هذا وجه نروح بيه، الفرنك في جيبي لا، مرتي تتوجع في الدار ما نعرفش تورد اليوم غدوة، اش تحبني نعمل؟ ما يلزمني مصروف. لا حول ولا قوة الا بالله. فكرت نقول لك اعطيني تسبقة. سي الفاضل شفتك متضايق. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة شمت وركيبي ثغرت قلت نقعد هنا حتى شي يعمل ربي هاو شيك بثلاثة مئة دينار دبر بيهم راسك بارك الله فيك سي فاضل ربي فضلك ربي يدوم خيرك بارك الله فيك سي حسن عايش رغم الظروف ما تغيرتش يا بابا طول عمرك كريم حنين وقلبك طيب ربي فضلك توحشتك حتى انا زاد سامي لاباس سلام بابا الله يسلمك وانت ما لاباس لاباس تفضل اقعد بابا لا ما جيت باش نقعد ما. انا جيت باش نروح بيكم يعيش بنتي لموت باشكم وعن فرحات خالتي سلمى شبيهم بالطبيعه باش يروحوا معانا يا اخي فين عندهم يمشيوا بابا وامي صفية بالك امي صفية امك صفية تفهمت معاها على قنطرة صحيحة لا تكلمكم لا تجي على حالكم وانتم زادا نحبكم تفهموها تحاولوا تتقربوا لها شوية تنعرفها قلبها باهي ما عندها فين توصل لا يا بابا سامحني انا ما يساعدنيش نحب نقعد هنا كي تقعد هوني شكون مشيت لهالي بسيرين وبمها وبالدار خي عندي غير كان نعمل عليها يا بابا يعيشك أمي صفية ما تحبنيش يا سيدي نجرب ونشوف ومن بعد نتفاهم نقول لك الحق الأول كي جيت للمعمل كنت نلوج على معلومات لفايت محمود صاحبي تهم تصرفات منصور محمود يحب يوصل للوثائق اللي بين بها إدانة منصور قبل ما توصل لها مها على خاطر هي لقائمة بالتحقيق وما تحبش لتشاوره ولا تسمع كلامك يعني إيه؟ حبيت تستعملني أنا جاسوسة؟ كان اللي يهمني الوثائق أما من بعد كيف ريتك وحكيت معاك نلقى فيك المرأة اللي طول عمري حلمت بيها وتمنيتها يعني سلمت في الوثائق وتلهيت بيها أنا؟ أنت وليت بالنسبة لي أنا حاجة أخرى مش الكاتبة بتاع منصور صدقني يا وردة حبيتك حبيتك من كل قلبي مدة هذه كثر التمثيل أنا ما عادش عارفة الصدق من الكذب قداش من مرة نتقابله جبتلكش على منصور حكيتش في موضوع يخص منصور
أنا اللي يهمني هو أنت. يلزمني وقت نفكر فيه. خذ وقتك واسأل، أما ما تطولش عليه. نجم نطلب منك حاجة؟ بطلب، أنا حاضر. ماذا بيه المدة هذه ما عادش نتقابل؟ إيه شنو هالأنيقة؟ مالي سليمان يا سيدك يخرج منك ها؟ ها عجبتك؟ شوف عجبتني. اللي يشوفك يقول هذا يخدم موظف في بنكة، مسؤول في السياحة، في إدارة، شيء كبير هذا. أسمع، عندي حاجة جديدة على سي منصور. أسمعني أنا طبعا، أنا جيتك بالذمة باش نقول لك اللي العادل يهمني، لا منصور لاش يعمل منصور. التحقيق بطلت منه جملة واحدة. أنا توا في عطلة. هاي شوفك بخير. مالا ما نقولكش على حكاية سمير. حكاية شكون؟ مو سمير اللي جيل بيرو وردة طردوا سي منصور. ظهر صاحب محمود وقالوا محمود اللي يخدم معاك في الجريدة. محمود طلع صاحب سميرة؟ اي محمود طلع صاحب سميرة. هذه المفتحات، اما بقيت الاخبار الصحيح مانيش باش نقول لك عليه. يا سليمان تيجي لهوني كمل حكاية. نكمل لك بقيت الحكاية، اما مش هوني. نسيت؟ مش وعدتني باش تهزني الرستوران مضخم؟ مالان علاش شريت الحوايج هذا وبقيت نستنى فيك؟ به على كل حال توا خذيت فكرة على المعمل والتجهيزات اللي فيه. الماكينات الكل تخلى، ما فهم حتى واحدة واقفة، والصيانة في كل وقت. صحيح. حسن، أنا ماذا بيا تكون ديما مع كوثر. ما نحبش هكا الجرثومة يختنم أي فرصة باش يتصل بها. نحبو يأيس ضربة واحدة. فكرة باهية، علاش ليه؟ واحد يحتاج كون يعرف على البلاد. أش قولك توا لو كان تمشي بحذاها للوتيل؟ اسمع كلام عمك منصور. يا بابا يا بابا اقطعني من هالحكاية. امشي عايش ولدي خير من اللي يدور عليك. امشي باهي باهي ماشي. وراك. سلامة سي منصور. واحنا زادش قاعدين نعملوا؟ اي نقصد ربي نمشيو للمحامي نقضي امورنا، وكيما متفاهمين انا نجيب اللوح ونتكفل بالمصاريف الكل، يعني بايك في راس المال انا ندفعه لك ومن بعد خلصني. متفاهمين على طول وبارك الله فيك وربي يكثر من امثالك. بالحق لقيتك وقت الغزرة، ان شاء الله ما ترى مني كل خير. لا هكاك ما نشكش. انت اسمك الفاضل وحقيقه انسان فاضل. راهو تقطع الخير من الدنيا اذا كان وقت الحاجه ما تلقانيش. اما ماك تعرف انا واضح ونحب الوضوح في معاملاتي الكل. على موت على حياه رهان لي المعمل، وقت اللي نخلص معاك خيرك الكل يرجع لك. شوف قداش انا نحترمك ومقدر ظروفك. ما قلتلكش بيع لي المعمل على خاطر نعتبرك شريكي في هالصفقة ونحب نعاونك. كنت نجم نخلي سي مراد يشكي بيك وترجع لي الصفقة الكلية أنا. باهي. نرى الخوي المعمل كما قلت على موت على حياة. أما ماذا بيا نخدم خدمة واحدة بلا شريك؟ أولاً يا سي الفاضل أنا رجل أعمال وفلوسي يلزمها ديما تخدم. وثانياً نسيت اللي سبق لك تورطت في هالصفقة هذه، وأنا نحب نشاركك باش نشرف على العملية الكل وما نخلي حتى حد يعديها عليك. منصور هو اللي بدل اللوح. أما برس أمك، هالموضوع يقعد بيناتي. راهو محفوظ يقتلني يقتلني عنده كيف صورتي، لا شفقة لا رحمة. وديش بك خايف ترعش؟ ما تخافش هاني أنا معاك، ولا محفوظ ولا غيره يعملوا لك حتى شيء. ساعد قرايتك يا حنانة، شبيك غالط؟ محفوظ وسي منصور حتى انت قرت سوك معايا، وانا منيش خايف على روحي، خايف عليك انت. هل جمال الكل يمشي غبره؟ يا ريد ريد
أنا على كل حال نوعدك اللي الكلام هذا يقعد ما بيناتنا ما يسمع بيه حتى حد، ولا هكا ولا هكا. ما طلبتش منك باش تشدد منصور. وانا كيفاش باش نشهد؟ اخي انا شاهد عيان، انا ما شفتش بعيني. محفوظ هو اللي قال لي، كنت ولي فيها مكافحه تو ينكر ويقول يكذب علي وما قلت له شيء. نعرف هذاك علاش يلزمنا نكتموا السر، وحاول تلقى لي ادله واضحه وملموسه على العمليه اللي صارت. يلزمني حجج. وانا موافقك في حكايه كتمان السر، اما الحجج ما قلت لي انت خرجت كونجي وبطلت التحقيق. بعد اللي سمعته كيفاش باش نسكت وما نكملش التحقيق؟ انت بالعكس توا بالذات يلزمني نتراجع في ايامات العطله اللي خذيته. اهلا اهلا محمود. اصبر جيتك باش نقول لك بربي يعفيني من حكايه منصور. ما تتصورش قداش خلقت لي مشاكل مع الكاتب. مرة هادية ومتخلقة عليها أخوة كاتبة. كاتبت منصورة؟ قل ليش حصلت؟ مش مسألة حصلت، أما عجبت المرأة هذه حاجة أخرى. يا سيدي مبروك عليك وانسى الموضوع، خاطر أنا اللي حبيت عليه وصلت. ما ها رجعت الحجم الحقيقي في الجريدة، لا تعب ولا تكسر راس. ارتحنا يا أخويا وكفى الله المؤمنين شر القتال. أما راني نعترف لها بحاجة، ما هي كشفت السارق الحقيقي بتاع الشركة الفلاحية. ما هو البه ثم غيره؟ لا يا سي سمير، السارق هو منصور. البه يستعملوا منصور لا أكثر ولا أقل. معناها باختصار اللي فلسك وخلاك تمشي على الحصحص هو منصور. تتكلم بجد؟ أمل وثيقة هامة جدا شفتها عند مها، اعتراف عطيه منصور البه. منصور؟ منصور بل عنده الحق بوزيد كيف قال لي لي حتى حد مسرق الشركة الفلاحية غير منصور، وانا اتمسخر عليه. فما شكون ما يمش بالمكتوب؟ انا واحد من الناس نمن بيه. يلزم تعرف يا حسن باللي انا ماني نادم على حتى شيء. عزيز صفحة وتتويت محيته من مخي. توا اللي يعمل بابا موافقته. اش قولك في الطقس؟ عندي برشا ما رديتش بالي. هالمدة الكل متغير. كالناس. كالدنيا. وانتي خدمتك متعبة؟ هكاك. هي فما خدمة مش متعبة؟ يا سيدي مالها على بركة الله؟ اتفقوا على المبلغ الجملي بتاع التكاليف العامة بتاع الخدمة الكل، ومن بعدهم تموا الإجراءات اللازمة. اش قلت خوي منصور؟ بتاع قديش خلينا نتوكلوا على الله، ها؟ هي التكلفة في حد ذاتها واضحة. وتقويمها سهل ياسر، هما 2000 مسكن. ياسر يا منصور يا اخوي، الخدمة انا خدمتها وتكلفت عليا قل. ما تنساش اللي لزمنا نخدموا خدمة متقونة ويتم انجازها في اسرع وقت وبلوح من ارفع ما يكون. السلعة الكل يلزمها تكون معتبرة. حتى انا ولو ان المسألة ما تهمنيش تخصكم انتوما فقط، ما
هولي المبلغ مش تكسح شويه؟ ايه مش معقول. حط في بالك اللي انا باش نشتري اللوح، ومن ناحيه اخرى فما خلاص الخدامه ما همش 100 ولا 200، 2000 مسكر راهو يا فاضل، مصاريف مهوله تستنى فيها، وزيد على هذا خدمتي انا باش تاكل، ما هو هذا الكل يدخل في الحساب. برا نقولوا نارهم المعمل بربع مليار وباهي معاك. لا يا فاضل، هذه حاجة ما فيهاش مساومة. على كل حال يزولي مهنة فكر فيها. أنا مستغرب منك يا بوزيك، كيفاش تعرف اللي منصور سرق الشركة الفلاحية وعاطي اعتراف للباهي وسكت؟ يا اخي منصور باش استغنى، مش بفلوسي وفلوسك هكا نسكت عليه؟ في الوقت الحاضر يلزمنا نسكتوا، على خاطر من غير مساندة الباهي ما نجمو نعملوا حتى شيء بالاعتراف نتاع منصور. هاي ما هاجت جت في الوقت المناسب، ما ها هي اللي تنجم تفهمك في الوضعية خير مني. بري حضري لها القهوة. مرحبا بيك. عملتولي تليفون، عندكم شيء جديد؟ سمير يحب يعرف علاش ما تبعناش منصور مادام الوثيقة موجودة عندك. السيد هذا جيبه، أنا ما عنديش بيه حتى علاقة، ولا نحب لا نتحدث معاه ولا قدامه، هو يعرف علاش وأنا هني ماشية. يا مها بنيتي كيما قول لنا علاش، إيش ثم؟ محمود صاحبك وبعثك باش تعرقني في خدمتي مش هكا؟ يا مها سمعني عايشك من بعد امشي. اش عندك ما تقول؟ حاب نقول لك الحقيقة. أنا حقيقة، أنا أول ما اتصلت بمنصور كان عندي غرض معين، ومحمود هو اللي كلفني. أما أول ما شفت وردة نسيت حكاية محمود، ولازمك تعرف اللي أنا كنت مع جماعة في الشركة الفلاحية، كيفي أنا كيبو زيد وغيره، فلوسي كلها منصور، وأنا في صفك يا مها، لازمني نعمل مستحيل باش نرجع حقي. وهذا اللي وقع بالضبط يا بنيتي. هاي اتفضل. المهم ظهر منصور ضحك عليكم الكل وضحك على الفاضل مرتي حتى مع عزيز وحتى منينة زيدة وديم على قدام، ما تصورش تقدروا تعملوا حاجة. أنا نعمل نقتل كوثر ونقتل روحي. هذا الهبيل بهيم يا نار يا نار، تقتل كوثر وتقتل روحك. أهلا أنا سي منصور تفضل. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا تفضل. يا سي مراد يفهمني عايشك، منصور يحب، أعطيني دقيقة واحدة اسمعني. إيه صحيح منصور عرض علي شاركني يا ما. يا سي مراد هنا من ناحية الخدمة، ما تبقى كان لي سرك. باه باه شبيك شتما؟ شكون كان يكلف فيك؟ سي مراد يحب يندى الخدمة في أقرب وقت، ومنصور يحب يستغل الفرصة باش يبلعنا. لقيت روحي بين نارين. يا أخي مش عم منصور يحبنا نوليو عائلة واحدة وناوي يعاونك؟ يحبني نار هالمعمل مقابل نص مليار. عارف اللي بكل سيفة ما نجيبش نخلصه. وكيك يستحوذ على المعمل، هاي مانيش عارف شنو نعمل. زعما هذه نية عم منصور؟ عطاني نمشي له نتفاهم معاه، نحاول نقنعه باش يكون متفاهم للوضعية متاعك. يا اخي هو باش يقدم لك يد المساعدة ولا ناوي يقضي عليك؟ حتى كي قال لي يحب يناسبنا، قلنا ما فيها باس، هو خير من غيره. وأنا واحدة من الناس نزلت على حسن خويا باش يضحي بمها. أنا الحق الحق يا فرحات، قلبي مش متهني لها الرجعة لصفية، القسمة على الله منها. من هنا لقدام لو كنتي في عرضة الأولاد، مانيش فرحات إذا كان نسكت لها. حتى مدام مليك، الحق الحق، اتسرعت في طلبنا الطلاق.
ماي صفية كانت مغلطتني كل، وحتى مدام مليك غلطت فيها. ماي مدام مليك امسيك لك مرضك بعسابها، تسخيل المرض باش يغمق بيها. قالت لصفية وليداتي قدامك أمانة بين يديك. هاي سيرين، هاو الجلوب تاعك. حطي فيه برشا سكر. باه الله يبارك، هاو برشا سكر. اشرب هذا ونزيدك. باهي. بزربك شقولك نمشيو نعملو قهوه في بقاخ وين نمشيو؟ انا ماذا بيا قهوه تطلع على البحر، تعجبني الامواج كي تبدا تجري موجه ورا موجه وتتكسر على حافه الشط ومن بعد تولد من جديد. شنو فارقة شعر لقيت شعر اخر يشعر على موجه؟ لا لا، هذا مش شعر، هذه فلسفه، فلسفه الحياه. الاحداث والمشاعر تتولد وتفنى ومن بعد تتولد مشاعر اخرى. انت ما تنجمش تتخلى على ماهي. حتى انت ما تنجمش تستغنى على عزيز. نمشيو نتفرجوا في الامواج خير. هاي تخلي كرهبتك تجي معي في كرهبتي. يعيشك تبع الكهرباء اللي خارج التوا. هيك هيك ايها هي جات. مش فهمنا ما عادش تتعرض لي؟ اش باش نقول سي منصور كان يشوفني واقفه معاك؟ تحبوا يخلق لي تهمه ويطردني من المعمله؟ ما تخافش، ما يعرفنا حد في الجهة هذه. يا أخي للدرجة هذه تخاف من منصورة؟ سي منصورة عارفي وخبزتي مرهونة في المعمل. اسمعني يا ورد، أنا جيتك على مسألة كبيرة تهمنا الكل. إذا كان عندي اعتبار عندك عاوني، ما تخليش منصور يقهرني، استغنى على حسابي راهو. وأنا إيش عندي نعمل؟ مش أقول له بطل ما تستغناش؟ ولا أعطي المعمل لسمير؟ شنية هالحكاية هذه؟ خي مش قلت لي ما عاد يهمك شيء من منصورة؟ ولا رجعت بالتوالي؟ ما رجعتش بالتوالي. اليوم برك اكتشفت المنصور هو اللي سرق الشركة الفلاحية، وأنا واحد من أصحاب الشركة، واحد من المضرورين. ماذا بيا نعاونك؟ أما بينا صيفة، لاني محامية ولاني قاضي، وزيد ما عندي حتى نفوذ على سي منصور. كان تحبوني نتجسس عليه ما نجمش، نخاف. أنت عندك الحق تخاف يا وردة، وتشد صحيح في كلامك، على خاطر ما تعرفش منصور على حقيقته. أما نهارت اللي تعرف قديش من عائلة خلاها ودمر لها مستقبلها وقضاها على أحلامها، نظن تبدل موقفك.
وسمير ما هو إلا ضحية من ضحايا منصور. المسألة يا وردة ما هيش مسألة خبزة، مسألة ضمير. وانتي قاعدة تخدم على واحد نار آخر ممكن يدور عليك وميافة الميارة وحاطك في مخ. منصور إنسان مجرم ومجرم ماهوش عادي، وأنا طالبة منك تعاوننا، وأنا شخصيا ما عندي كان هدف واحد، نبعد بلاه على الخلق. نفضلكم ما تحرجونيش، بصراحة أنا للنجم نحارب منصور ولا غير منصور، بتعملوش عليا. أنا ما عندي شكون يحميني، ما عندي كان قلبي. سمحني يا وردة، نعرفش علاش كي شفتك حسيت اني انت مختلفه، وكان جيت في نظري كايوه الناس ما كنتش نجيك نستناك نعمل عليك. سمير من فضلك، من فضلك اختار بسلامه. هاي قرطس في كسوة ونعناعي هاك وهرة خي كنت تخطب منين هذا؟ اش قولك؟ مش اللي تشوفني في هالكسوة الدوخ؟ اي صحيح الدوخ من ريحتك. منين هذا؟ دبرتها باش مشيت الرونديفو. اوه اهلا وسهلا، وليت ماركة رونديفو. وشكوني العروس؟ لا هذه بركة لا، حالف ما نقولش عليها. حالف ما نقولش عليها. تلقاها راي خايبة ولا كعبة؟ لا خايبة، طير طير من تور الجنة اسمها بركة يدوخ. صار هي مزيانة وما تقوليش، وانا حاسبك يا اخويا ونحكي لك على اسراري الكل. في بالك يا سليمان انت دغني وخرشي ونكار عشرة ومعاش تكلمني بالكل. شو محبوب وراس ميمتي ليه نفدلك معاك وبرا؟ باش شكون هي؟ قولك وما تقولش. وليد صغير انا، هاي تكلم برك. مها اللي تخدم صحفية. ها؟ مها؟ اوه قولي حصلت كذبة عندي. طفلة مثقفة هذيك وثعلب شلهب لعبت لك فيها عواطف وذبلت عينيها وانت هبطل قلقلك. قولي بيلكتنا. شنو ليه؟ اسمع هذه مهام عاش تدور بها بالكل، كلمة ما عاش تكلمها، ريحة الريحة تشوفها ما بعيد تاخذ تاكسي وطور، ما تكلمهاش ما كنش نصفرك بروحك وما يسمع بيك حتى حد، ومن اليوم سكت ما عاش تحطها في الدار، وغدوة نكلم سي منصور يطردك من المعمل فرد ضربة. يا محفوظ راني خيك هذه ما تعملهاش. شنو الحكاية؟ مها شو معربني بها انا؟ مها يا سيدي مها هذيا امس عملت عليها. يزي ماما ما تبرفيش وبرا مشي قرا دروسك، لو كان المرة هذه زاد جيلولة لما نصمم لك روبة، روبة أحلى منها ما ثمش. ميرسي، عندي روبة متاعي اللي شراهم لي بابا وماهي. شنو هذا توا سيرين؟ هاي هكا تقول ماما صفية شفت هي قداش تحبك؟ كان قدامك انتي برك، اما وقت اللي انتي مكشوني ديما تكش وتنش. شفت بعينك قد ما نجري في حدودهم شيء، قلت لك ما كل عام يكروني زين. سيرين تو احنا هكا متفاهمين، ها علاش تغش في امك صفية؟ ميجيش منه مش بيه. ايه براو سلامة بابا. الله يسلمك.
سليم هاي برا مشي عايش بنتي اقرا دروسك كما قالت لك ماما صافي ها برا يا سبي برا ماهي شبيك ماكش قد بعضك منصور منصور ظهر اكبر سارق واكبر مجرم نعرف في بالي اللي منصور يحب يفرض على فاضل مبلغ متاع رهنية المعمل مبلغ مالي كبير عمل حسابه يحب يعجزه على خاطر ما عمله على المعمل ونعرف زادة اللي فاضل بعد ضايع حاير مسكين ما يعرفش يعمل قاروحه بين ناري لاويلو يذيع منه المعمل لاويلو مراد يقدم به قضية كي هذي ما نجمش نسكت عليها مانيش باش نسكت عليها لازمني نمشي لعند فاضل يا مرحبا يا مرحبا هالمفاجاه الطيبه على سلامتك يا هاجر يعيشك عم منصور الله يسلمك توا هاجر بينت اللي هي تحبنا بالمجلد ملا ليه انت احنا توا محسوب عائله واحده وانا ما تنجمش تتصور قديش فرحان بزيارتك شفت كوثر ولا ما هنا؟ لا لا كوثر مازلت ما روحتش عم منصور انا جيت نطلب منك حويجه اطلب اذا كان في استطاعتي علاش لا يعيشك ماذا بيا تعاون بابا بالطبيعه انت تعرف اللي بوك يعز عليا هذا واجب المبلغ اللي قلت عليه كبير ياسر بابا ما نجمش يوافق عليه لكن انت تعرف اللي انا ما نجمش نغامر روسي من غير ما يكون عندي ضمان ليه عم منصور ما فهمتنيش اما حبيت اقول لك اللي المبلغ كبير ياسر تيويني عزيزه قولها جيب لي كاس جو عزيزه ليه هي اما تمشي نجيب لك انا كان نقصته في المبلغ زعما اش نجم تكون جايزتي ما فهمتكش اما اذا كان عندي حاجه والنجم نفيدك بها ما نقولش لا تعرف يا هاجر اول مره ديريتك قلت لك انت مليك جمال ما كذبتش عليك راه عمري ما ريت طفله مسراره كيفك يعيشك عم منصور بالله يزينا من عم وسي توا منصور يكلم في طفله حلوه برشا شنو هالكلام؟ عم لا عم نسي شنو اللي قلت لك؟ ما فهمتنيش؟ فهمتك وعيب عليك أتوجي خالتي سامحة طن فهمك اش معناها هالكلام؟